شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، شهدوا جلسة رئيسة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022. ألقى خلالها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي كلمة أكد فيها أن أبرز ما تعاني منه أجندة الحكومات كالتغير المناخي والتغيرات الجيوسياسية والأزمات الصحية والاقتصادية تتطلب استجابة دولية سريعة للحد من آثارها والعمل على تحويلها إلى فرص.